جزاكم الله خيرا. آخر أسئلة السائل من اليمن يقول: بالنسبة للمداومة على صلاة الوتر إذا صلى الرجل مع زوجته، هل فيه شيء أم لا مانع من ذلك؟ لا، إذا فعل بعض المرات صلوا الوتر جماعة، سواء الرجل مع امرأته أو الرجل مع الرجل أو الرجال، إذا فعلوا ذلك بعض المرات فلا بأس. أما المداومة على ذلك هذا لا يجوز، لأن هذا لا يجوز إلا في صلاة التراويح. صلاة التراويح هي التي يداوم على الجماعة فيها، يستحب أن يداوم على الجماعة فيها. أما النوافل غير التراويح فلا يداوم على الجماعة فيها، لأن هذا شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا فعل بعض الأحيان فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل، فقام ابن عباس وكان طفلا صغيرا عند خالته ميمونة، فتوضأ ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه وتركه يصلي معه. دل على أن تجوز الجماعة في صلاة النافلة الليل، ولكن في بعض الأحيان. نعم.